اقبلني يا بالغا. ارحب 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 يا استاذ ثواب السبيعي، مؤسس موقع سايح تيوب ومهتم بالتثقيف السياحي على مستوى العالم. هلا هلا بالإجابة بالإجابة، يا مرحبا بالإجابة بالإجابة، هلا بالإجابة بالإجابة، هلا هلا بالإجابة بالإجابة، احمد مامي. نعم ما عليك زوجة، يا هلا والله ومرحبا. هلا وحياك حسن العثمان. صحيح ما عليك زوج، حياك بس انا فوق. يقول انصدر يا مرفع القدر، حياك الله. جزاك الله خير. ابى اعرفك بالشباب على السريع عشان طال عمرك تبدا ونبغى ندخل على طول في العمر. اول شيء يا هلا ويا مرحبا فيك في صيف الغربيه، وانت اصلا من اهل الغربيه من الخرمه. قبل ما تبدا تعطينا موقع الخرمه وشيء بسيط على الخرمه. الاستاذ رائد بعطيه، نعم، مكاوي جداوي طال عمرك مشهور بالعمده. احمد مامي مكه منشد ومن نجوم برامج الواقع. هشام الملحاني من جده ومنشد مهتم برامج الواقع. فهد هلال من اهل الطائف منشد وشاعر ويهوى الشعر، وان شاء الله انه قادم برامج الواقع باذن الله. حسن العثمان من اهل مكه، كاركترات تمثيل مقدم امور جميله، نجم من نجوم المسرح ومن نجوم الواقع ايضا. الاستاذ سمير اليامي مقدم برامج وممثل ومن نجوم المسرح ايضا. ما شاء الله. ياسر سنان نجم من نجوم برامج الواقع وصاحب فرقه ترفيهيه في مكه ومقدم ومؤدي بعد. ما شاء الله. ويا مرحبا فيك، حياك الله طال عمرك. حياك الله، شكرا جزيلا على الاستضافه وشرفتوني بهذه الاستضافه. يا شرف فواز، كرمت. وشباب الوجيه النيره هذه ان شاء الله الله يجمعنا وياهم في مقر رحمته ان شاء الله. فرصه سعيده. نسعد الله يرضى عليك. السريع يا ابو غلط، لو تحط طعمك الضيف صار كلهم منشدين شعر عشان يبدا الشيخ. لو انت جنب طعمك ممثلين ممثلين برضو. ما شاء الله. انا اهوى النشيد، اهوى النشيد. ضبطوني يا عاد ضبطوني. الشيخ صب له. الله لا يهينك، حاولنا نعديها بس ما قدرنا. بسم الله، تفضل يا شيخ. نبدا من اليمين احسن. اول شيء ابدا التعريف بس بنفسك والمنطقه، وحنا الان أول شيء معكم ثواب السبيعي من محافظة الخرمة، يسمونها بوابة الحجاز، تقع شرق شمال الطائف تقريبا 200 كيلو. الخرمة على وادي عريق قال وادي سبيع. الآن هي يعني فترة الصيف، الآن فيها مزارع والآن وقت الرطب يعني الحمد لله، يعني مصطفى لهالها يعني زراعيه. اي زراعيه. قناه سايح تيوب قناه مهتمه بالتثقيف السياحي حول العالم بشكل عام، يعني التثقيف الرقمي. السياحه بشكل عام، سياحه علاجيه، سياحه تعليميه، سياحه استجمام، وكذلك سياحه السفاري والصيد. أسسنا القناة تقريبا في أقل من سنة، هدفها أنها تكون تقدم واقع السياحة من جميع دول العالم، سواء بالسناب شات يوميا ينتقل من دولة إلى دولة في التغطيات المتنوعة، سواء حلقات اليوتيوب اللي حنا نصورها بفريق العمل في جميع دول العالم. يعني صلحنا حلقة عن الصيد وهي تهتم بفئة الصيد والسفاري وكذا، وإن شاء الله عندنا قريبا تصير فيه عندنا حلقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أي يعني فيها رحلة باتفاق مع أحد الشركات، طبعا غير ربحية الرحلة، هناخذ إن شاء الله يعني ذوي احتياجات خاصة سواح، ونروح لأماكن حول دول العالم تكون مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة. لانه كثير اسئله تجينا على السناب او على وسائل التواصل الاجتماعي، انه انا عندي ولدي كذا، انا عندي بنتي كذا، وين المكان المناسب، وين المكان الملائم. ففي قل في شح في الموضوع لما تشوف السنابات او الجميل يغطون حول الدنيا ما في يعني. فالحمد لله يعني اتفقنا مع شركه ما ودنا نفصح عن اسمها، لكن ان نغطي حلقه وتنشر على اليوتيوب بحيث يستفيدون الناس منها.
كذلك حلقة الصيد كانت الهدف منها أنه توري دول الخليج العربي بشكل عام كيف تروح للسياحة والسفاري والصيد. أنت لما تقول الصيد، الصيد محفوف دائما بالمخاطر، صح؟ فأي يعني كثير في الدول العربية كثير في نسمع مشاكل في الصيد، لكننا صورنا في جنوب أفريقيا لأنه كانت محميات كبيرة ومعترفة من السفارات، والسفارات السعودية هنا كذلك دول الخليج صاروا ينظمونها. يعني صورنا حلقة ما شاء الله وصلت 300 ألف مشاهدة على اليوتيوب، ما شاء الله، تبارك الله. كذلك منطقة جميلة كمان جنوب أفريقيا، نعم، تعتبر قارة على ملتقى محيطين، الهندي والأطلسي، فتعتبر قارة جنوب أفريقيا. كذلك الحمد لله في الصيف هذا وهو جوهر حديثنا أنا والأخ فواز عن السياحة التعليمية ودورنا. حنا طبعا حنا ما لنا فضل، الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لزملائنا اللي في الأندية الطلابية تبع الملحقيات الثقافية في الدول الابتعاث. وصراحة نشكرهم على جهودهم، سواء المسؤولين في الملحقية أو الطلاب اللي دائما عملهم يكون نابع من الشغف التطوعي. كم طالب طلعت السنة هذه؟ السنة هذه طلعنا 17 طالب. 17 طالب عن طريق سايح تيوب؟ عن طريقنا احنا، عن طريق سايح تيوب، نعم. طيب والتنسيق كيف؟ التنسيق انه قبل رمضان بيومين كثر الطلب على انه اكثر الناس تبي تعرف انت الفترة الصيف هذا اطول فترة، في العشر سنوات الاخيرة اطول فترة، ففي كثير ناس تبي تروح سياحة المعاهد، بيروح انا ما ادرس معهد. ال 17 طالب يعني اكثر استفسارات جتنا 70 الى 80% كلهم صغار سن. فبحكم لنا خبرات سابقة في الابتعاث تواصلنا مع الأندية الطلابية في أمريكا وكندا وإيرلندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، طلاب السعوديين عن طريق موقع الملحقية، تكتب مثلا مدينة برايتون في بريطانيا طلع لك جميع الأندية الطلابية، رئيس النادي والتواصل. فدعاناهم مشكورين. يعني ممكن أنا أخص الشكر الأخ تميم أو حارث، في هو يدرس الدكتوراه في سيدني في أستراليا، والأخ سليمان والأخ ياسر الحياني في برايتون في بريطانيا، والأخ عبد الله الشمراني في نيوزيلندا، المنسقين هذول. هذول مبتعثين وفي الأندية الطلابية. احنا حرصنا انه اللي يغطي بالسناب شات يكون معترف في النادي السعودي في الدولة الابتعاث. طيب اسمح لي، انا عندي ولد عمره 16 سنة او 15 سنة وبطلع معاكم، كيف اضمن وانتم ما انتم جهة يعني قاعدين تعتمدون على التنسيق، ما انتم معهد معتمد؟ شوف هل هذه مخالفه؟ لا الان، شوف الان كلمه اعتماد هذه مع السوشيال ميديا راح ما عاد في شيء اسمه اعتماد، انتهى كل شيء. فحنا الموضوع تطوعي، النادي السعودي معترف من الجامعه سواء في استراليا او في نيوزيلندا معترف، لا يمكن يفتح نادي سعودي في اي دوله من دول الابتعاث الا مرخص من الجامعه. حلو. والسفارة السعودية لا يمكن أن تتعامل مع النادي السعودي في الجامعة نفسها إلا هو معترف، هذا اعتماد انتهينا منه. كذلك في موقع الملحقيات موجود الأندية المعترف فيها والأندية اللي مو معترف فيها، فحنا نروح الأندية المعترف فيها نلقى رئيس النادي أو اللي قايم بالشؤون الإعلامية أو المنسق، ونقول إن الآن نبيك تسوي لنا تغطية المعهد لغة إنجليزية، ياخذ السناب شات حقنا ويروح للمعهد يصور حتى الأسعار، يصور حتى الطلاب. فالعوائل اللي هنا والطلاب اللي بيطلعون يشوف المعهد لايف. صحيح. أنا ما ودي يعني ممكن تطرق المكاتب التعليمية ومكاتب السياحية وكذا، لكن بعض الناس يقول كان مروح عن طريق مكتب وكذا، شيء مجهول ما يعرفه. توثيق لكن إيه، لكن على سناب شات صار هو يشوف المعهد اللي هو فالأخير صار يحط القيمة ده. كذلك الأندية الطلابية لا يمكن تتلاعب بالأسعار هذه، أسعار هذه أسعار المعهد. دور الأندية الطلابية السعوديين هناك أن يستقبلهم في المطار، مجرد ما تنتهي التغطية نحط حساب النادي السعودي أو الشخص اللي قام بالتغطية، فالناس تقوم تصور السناب شات. فأنا سايح تيوب أنا واثق 100% أن الشخص هذا معترف فيه ومسجل واسمه موجود، فالعوائل تتواصل معه، تواصلون معه، فممكن خلينا نقول 20 تواصلوا معه ويصورون عيالهم في القاعات. ايوه، ف يعني في سيدني تقريبا 2، في نيوزيلندا 4، في استراليا في برايتون في بريطانيا 3، وفي ايرلندا 4. ما شاء الله. الامريكا يعني اللغه الانجليزيه ما لها طلب كثير، يعني ما احد يمكن يروح بريطانيا. لا يعني كدراسه اللغه الانجليزيه في امريكا
ما لها طلب كثير. أفضل بلد لدراسة اللغة نيوزيلندا؟ بريطانيا. والله شوف يعني أنا وجهة نظري طبعا أنا أشوف أنه إيرلندا كندا ونيوزيلندا أرخص يعني من بريطانيا. نشوف الناس كلهم يروحوا كندا. كندا أنا أقول لك كندا يعني أكثر الناس اللي ممكن يعني خلنا نقول بالعربي الفصيح مادة. صح. كندا غالية. لكن الطالب اللي بيطلع بيروح ممكن يعني أنا أتكلم عن السواد العظم. أنا أشوف نيوزيلندا وإيرلندا هي الأفضل ولا أرخص مع البعد مثلا هي الأرخص ولا أفضل. أمريكا ممكن كأكاديميا دراسة بكالوريوس. هل لغة الشارع في مثلا في إيرلندا وفي هل لغة الشارع عندهم إنجليزي يعني تستفيد منهم؟ إيه هي اللغة الأم. اللغة الأم. اللغة الأم. فهذا هو كان دور يعني دورنا في الموضوع وسجل الحمد لله 17 طالب ما شاء الله. بالتواصل مع حتى أنه 17 طالب فيهم خمسة أعمارهم 16 سنة و17 سنة. صغار يا شباب. طبعا عندي السبب السبب أنه كان في خوف في الأوائل أنها ترسل لأولادها. فلما شافوا أنه نادي سعودي ومعترف والسناب والسناب والعالم تتفاضل كل شيء واضح. فمن اول يوم يتعامل مثلا مع معهد يخاف ما يعرف ما في احد. صح. لكن يعني الاخ حارث اللي في استراليا الله يجزاه خير بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع قال نبغى السناب نبي نغطي رحلتنا. قلت ان شاء الله. ف الاخ حارث اخذ مجموعه من الشباب اللي جو لاستراليا طلعوا في رحله فلما صور قال هذول الشباب اللي استقطبناهم واللي رتبناهم برامج سياحيه في رحله جماعيه مع النادي السعودي والمسؤولين. فيعني هذا شيء جميل يعني شوف كيف تسخير التقنيه في وحنا يعني انا اقولها وعلى الهواء مباشره احنا في ساحه يوتيوب ملتزمين بدعم جميع من يرغب في الدراسه يعني خلنا نقول تسهيل وليس دعم لان ما عندنا شيء احنا ندعم لكن ودنا ندعم دوركم تنسيق يمكن فقط تنسيق ودعم يعني احيانا هو في التنسيق هذا ممكن في 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 يعني سماسره ياخذ له 7-8 آلاف 10 آلاف مجرد كم تكلف طيب نيوزيلندا ونقول مثلا شهرين بطريقه التنسيق بما انك خبير يعني ايش اللي يخلينا الواحد لو كان مثلا عنده ميزانيه قليله يبي يطلع ولده ياخذ لغه في شهرين 3 شهور في ارخص دوله يعني يكون كويس كحد ادنى كحد ادنى 3 شهور كم تقريبا تكلف وين تعتمد هذه مهمه ترى تعتمد صح تعتمد ما خلينا نقول خلينا نكون صريحين احنا يعني اغلب اللي خارجين من الثانويه هنا انجليزي شويه لا فنقول مو شويه زفت يا خلينا نقول 10% انا ابغى املح شويه لا لا شوف 5% الى 10% يا سلام فعشان كذا قلت لك 3 شهور ادنى ادنى يعني مده انه يخرج منها بفائده على الاقل. شوف لا تعتقد انك اذا رحت تدرس في اي بلد عندك فزات اللغه الانجليزيه لازم تحط في بالك انه لا يمكن ان يفك مخك ويركب المعلومه ويقفل عليك ويقول لك توكل على الله. صح ابدا هي الرغبه فك كل شيء. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يا الله وجهك اسال نفسك سؤال التاسيس حقك هنا كيف؟ لانه في جميع دول العالم اللي درس معاهد اللغه الانجليزيه يعني خلني اقول لك ما في شيء اسمه مستوى اول. ايه ما في. لما تروح لهم يدرسونك مستوى ثاني. ممكن هم يسمونها المستوى الاول عندهم لكن هو فعليا مستوى ثاني هنا اكبر من مستواك كثير. ايه لانه يقول لك المستوى الاول والاساسيات انت المفروض انك تتعلمها في بلدك. صح. وهي موجوده عندنا. يعني ما نبخص حق بلدنا موجوده في المناهج من افضل المناهج وموجوده لكن ما نبي بعد نسيل المعلمين ولا بعد نبي نقول يعني هي هاجس مشترك التعليم المناهج الطلبه المعلمين كله يعني ثقافه يعني مجرد ثقافه. انا معلم وفي الميدان وعارف الموضوع كامل. المناهج عندنا من افضل المناهج اللي موجوده واحنا زاملنا معلمين سودانيين ومعلمين من كل الجنسيات ومصريين زاملناهم زملاء لنا يعني تقريبا قبل 10 سنوات وتكلموا عن المنهج السعودي في الانجليزي. ترى المشكله احنا عندنا احيانا الطالب عنده عقد ان هذا انجليزي صعب، هذا اول شيء. صح. ينصدم المعلم وبالذات شوف معلمين اللغه الانجليزيه من اشطر المعلمين، ليش؟ ترى مو بالسهل انك تتخرج معلم لغه انجليزيه بكالوريوس، والله مو بسهل، تلقى دائما مثقف، متطور، متجدد، بس احيانا بعض الطلاب خلاص عنده حاجز حط له عقبه. صح. ان الانجليزي هذا. صح. عقده.
فالمعلم ما نفس الكلام، المعلم ما يقدر يفك الدماغ ويحط المعلومة ويقفل. هو هاجس مشترك، أنا مثل ما قلت لك يعني ثقافة عامة عندنا، ولكن أنا بقول لك حاجة مع السوشيال ميديا. قصدك الكالتشر يعني؟ أي نعم، مع السوشيال ميديا ترى تطورت لغة. أنا ما عرفتك تقولها. بالله؟ عشان خطي مساعد. مع بعد نقطع الكلام. مع السوشيال ميديا ترى الآن صار ما شاء الله، والبلاي ستيشن صارت شبابنا انا كنت في بريطانيا في زمن من الازمان على دراسه اللغه الانجليزيه. في زمن ايش؟ في زمن من الازمان يعني. هو من الازمان قبل 20 سنه. ما بكبر نفسنا يعني. انا ترى الشيبان الوحيدين انا وفزع ترى. المهم سواء هنا او في بريطانيا او في امريكا الانجليزي ممارسه وليس تعليم. صحيح ممارسه، لانه التعليم بنتعلمه هنا، لكن ايش المشكله؟ انه ما في ممارسه، بدليل اللي يروح بريطانيا او اي دوله اذا ما كان في مع عائله يسكن هذا ما راح يتعلم. غالبيه الشباب، ما نقول غالبيتهم، فئه كبيره من الشباب يروح هناك يزامل سعوديين خلاص تضيع ما بيستفيد ذيك الفائده، خصوصا لو كان رايح فتره قصيره من 3 إلى 6 شهور. غير اللي رايح يدرس مثلا 5-6 سنوات هذا بيتعلم بالاجبار، لكن اللي رايح فتره صيفيه 3 شهور ويطلع من مع خويانه ويصاحب خويانه هناك من سعوديين او عرب بتلاقي الفائده مره قليل. لكن اذا راح وركز مع عائله من معهد وراح تفرغ فقط لممارسه اللغه الانجليزيه ترى بيطلع، ما بنقول حيطلع الانجليزي عنده واو توب، بس على الاقل حيكون عنده التاسيس مضبوط. الكونفرسيشن اهم شيء. بس عجيب والله. ايش معناته الكونفرسيشن؟ والله شوف في شوف في 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 نقطه في نقطه مهمه. تفضل. معلش لا اقطع كلام. انا اخذت 3 مستويات لما درست هنا في معهد في جده. اخذت 3 مستويات الحمد لله، لانه عندي رغبه. المستوى الاول الحمد لله جبت فيه فول مارك، المستوى الثاني جبت فيه 98، المستوى الثالث حضرت 2 أسبوع بس كلها من الشهر بسبب المواصلات كان بعيد عن بيتنا. الكلام ده قبل 4 سنوات. حضرت فيه 2 أسبوع فجبت 90 في رغبه تمام. بس ايش المشكله؟ الكلام هذا قبل 4 سنوات. الحمد لله الاساسيات فيه موجوده وخرجت من ايوه خرجت من المعهد الشهاده الا اتكلم يعني لو ايوه. ومره سافرت سفريه استضافه ما ادري فين كانت، سافرت سفريه في الرياض وكان جنبي واحد الظاهر انه كاتب، انه طول الرحله كان يكتب وكان انجليزي، فجاني فضول وتكلمت معه، كنت اخذ واعطي معاه والحمد لله يعني خرجت نفسي يعني. انا حتى ذاك الوقت نزلت من الطياره مستغرب انا كيف انا كنت اتكلم مع الادمي هذا كاتب. حسيت نفسك تتكلم أيوة بطلاقه وانا خارج يعني من المعهد يعني لسه مالي يمكن 2-3 شهور تمام. بس ايش اللي ناقصني الان؟ لو جلستني معاه ثاني مره يمكن ما اعرف اتكلم معه. الممارس ما مر مر دوبك كنت خارج من اي ما في احد يتكلم انجليزي. تعلم كثير. انا نشدت واحد من الاصحاب اعجبني طلاقته في الكلام وعندي رغبه اني اتعلم انجليزي. قلت علمني يا شيخ لو كلمتين ثلاثه بس خارج نفسي، علمني اوردو. قلت انا بغيت انجليزي. قال خذ هذه الحين صبر نفسك. قلت طيب خلي الاوردو. خارجني في حاجات كثيره. قلت اللغه الانجليزيه. قال اللغه الانجليزيه شغل الراديو. قلت طيب شغلته. قال تسمع. قلت طيب سمعته. قال 2 شهر وها ما جيتني تتكلم. شوف الراديو ما طبقته كثيره. ما طبقته والله. يعني مستغرب الفكره بقعد كل يوم على الراديو. صح يعني مستحيل. هي ممارسة والدعوة هي ممارسة والأساليب تختلف. خلينا نستغل الخبير التكلفة. نعم الشباب يهم. ترى أنا ما دخلت في قلوب لكن أتوقع لو الشباب عرفوا التكلفة ممكن يسافر. أنا بغيت أسأل السؤال هذا والله. أنا في 3 شهور يعني بشيء أنا أول واحد هتلاقيني عند مكتبك. أنا ما عندي مكتب. التنسيق نربط مع المعاهد عن طريق الملحقيات او الانديه الطلابيه المعترف قنوات رسميه. قنوات رسميه اكيد. طيب كم مثلا طبعا يعني اعطيك على سبيل المثال انت بتقص تذكرتك حقت الطيران. ما لنا دخل احنا. انت بتقص تذكرتك حقت الطيران. بس تاخذ رقم التذكر مثلا رقم الرحله وانت اذا رتبت مع النادي السعودي هناك رتب لك في المعهد مثلا تعطيهم رقم الرحله بحيث انهم يستقبلونك في المطار. السكن دائما دائما السكن مع عائله هو داخل ضمن رسوم المعهد. فانت انت الموضوع، انت عندك موضوعين، رحلتك انت ترتبها تاخذ رقم الرحله
تعطيه المنسق المحل. تكلفة كم يا الأسعار تطلع من خلينا نقول مثلا يعني ثلاثة شهور. ثلاثة شهور أنا بتكلم عن 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 سكن وتعليم نعم. من الشهر من 6000 ريال إلى 8000 ريال كمعهد متوسط. كمعهد ولا سكن ومعهد؟ كمعهد. معهد وسكن. المعهد ثواني 6000 ريال الآن خلينا نتكلم عن نيوزيلندا. نيوزيلندا أو إيرلندا. أعطيك المعدل نيوزيلندا. أعطي المعدل 15000. 15000 كم؟ شهرين. بدون تذاكر؟ بدون تذاكر. إيش فيها الـ15؟ فيها سكن ومعهد. تأمين طبي. تأمين طبي. من وإلى المطار. من وإلى المطار. سكن مع عائلة وجبتين. المعهد قريب ممتاز. رسوم المعهد. حلو رسوم المعهد. أي نعم. يبقى أنت عندك تذكرة. والمعهد من يودين يجيب من قطار. طبعًا هذه تعتمد بعض المعاهد فيها الخدمة هذه وبعض المعاهد إذا صارت في المدن الكبيرة وسائل النقل العام آخر ما تتكلم عنها شيء. تذكرة نيوزيلندا بكم؟ تذكرة نيوزيلندا تطلع من 6 وانت طالع. من 6 وانت طالع. يعني أحسب الواحد يطلع على 22. أنت رايح جاي ولا بس؟ 22000. من 6. يعني تتكلم على 22000؟ أي نعم. مدة 3 شهور. شهرين. 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 يعني شهرين خلنا نقول لك 25000 إلى 30000. مثلا انت عندك مصروف شهري مصاريفك صح. طيب استراليا ما غاليه؟ استراليا استراليا غاليه. خلينا نقول عن نيوزيلندا. في ناس يقولوا لك جنوب افريقيا. انا الامانه ما انصح في جنوب افريقيا. جميله وممتازه وكذا ويتكلمون انجليزي اوكي، لكن تعتبر مثل الفئه الثانيه زي ماليزيا زي سنغافوره. طيب الهند كذلك. الهند اللغه الام. بس الهنود يعني ترى لا الاكثر الاكسنت لكن يعني ترجع هنا اكسنت لكن ترى متعب. في ناس كثير يتكلموا انجليزي بس اللكنة عنده تعبان. ايرلندا. ايرلندا ممتازة. دائما الناس تبعد عن استراليا كغلاء ومثلا يعني بعد، لكن يروح نيوزيلندا تكون قريبة. ايرلندا قريبة نفس طابع بريطانيا ولكنها ارخص واجمل وملمومة على بعض وفيها جامعات قويه، فيها معاهد قويه. بريطانيا الان اصبحت متعبه جدا، لا في التعامل لا في كل شيء. لا حتى شوف بريطانيا مليون عرب مليون سعوديين كل شيء، يعني انك بتقابلهم في كل مكان فما راح تتعلم يعني. صح. لكن انت عشان توفر مثلا عشان الشهرين اللي انت بتروح لها توظفها في 3 أشهر اكثر لازم انك تاسس نفسك قبل ما تروح. لا تقول انا دخلت معهد 3 أيام واربع ايام وثلاث شهور واخذت مستوى ثالث ومدري كيف والان ضيعت. فانت تقول انا باخذ 3 شهور. انت لا تاخذ 3 شهور، انت خذ لك شهرين بس هنا قبل ما تروح اقل شيء 5 شهور كل اسبوع حصه واحده تحاول انك قد اكثر شكل يعني قدر المستطاع انك تاخذ معلومات وكلمات وتاسيس. ليش؟ لانك اذا جيت هناك مخزون ولازم توظفه. صح. لكن لو رحت هناك وانت ما عندك مخزون شلون بتوظفه؟ اصلا هذه كان وفرت فلوس توفر انا. طيب بعطيك سؤال واتوقع انه في ذهن كثير، انا في ذهني انا ابغى ارخص بلد جامع ارخص تذاكر وارخص تكلفه وارخص يعني ابغى شيء يعني الزين ما يكمل يا ابو فزع. اقرب في منطقه في النص رمادية حطني فيها. النبهم السعودي رخيص وكويس رخيص وممتاز. في ناس ترى يعني في ناس مثلا يقول انا اضحي بعض الامور بس اللهم اني اتعلم انجليزي شهرين بس ممكن الامن يكون فيها على قولهم لا لا اكيد امان عالي انا ارشح ايرلندا اذا تبي يعني اسعارها ايرلندا نيوزيلندا لكن ايرلندا تذاكرها من 5 وتحت يعني من 5 وتحت ايوه لكن نيوزيلندا ب7 ب8 وطالع عشانها بعيده عشان بعيده لانه نيوزيلندا الان فتحوا لها خط من دبي دايركت على اوكلاند 17 ساعه ايرلندا التذاكر من 5 وانت نازل المعهد بيكون كم في الشهر؟ راجع كل ساعة الطيران لازم كل ساعة الطيران 7 ساعات تقريبا يعني فلوس الظهر ايوه بيكون تقريبا 7000 في الشهر 7000 هذا 14000 ايه هذا معدل افرج. بعض الاحيان تلقى معاهد ب 10000 في الشهر ومعاهد تلقى ب 5000 كان اعطيك معدل. والان في موقع جميل صراحة يعني ما يحضر اسمه لكنه انا شرحته في السناب اكثر من مرة كذا كورس كذا بالانجليزي. المهم انه لهم ممثلين في جميع مدن العالم حتى في السعوديه في جده والرياض والدمام وبالواتساب زي موقع بوكينج كانك تتصفح الفنادق هذاك كانك تتصفح المعاهد وتقييم الناس اللي قد راحوا لها يعني بشكل زي اللي احنا نسويه بس هذا موقع واللي نسويه لايف لايف
لا يعرف احنا نسويه بمصداقيه اعلى يعني ماسي الموقع لكن الموقع من جميع دول العالم الناس اللي يحطون تقييمات لكن احنا يعني مع الشباب هناك شوف كل شيء واضح وحنا ان شاء الله بعد الصيف حناخذ لقاء مع 17 طالب وناخذ تقييمهم معاهد عشان ننزلها عندنا في ملف يستفيدون منها الناس الله يعطيك العافيه طب احنا لو انا بنطلع ما في خصومات وهذا يعني مثلا انتم تشيلوا كل شيء واحنا ندفع 2000 مثلا والله تستاهل اكبر برنامج برنامج خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الخارجي الله يرحمه منك عبد الله الله يعطيك العافيه وصرفك على برنامج الابتعاث يعني برنامج ضخم جميل صراحه الاسعار هل هي مطابقه لمستوى التعليم مثلا 5000 او 10000 سؤال جميل جودة التعليم دائما تكمن في قوة المعهد مخرجاته يعني على سبيل المثال في بعض المعاهد تجارية والكورس يتقدمه مختص بلغة تجارية أو مثلا جنرال بشكل عام وبعض المعاهد لا تكون أكاديمية قوية وكل معهد فيها مستهدفة مثلا المعاهد الأكاديمية يروحوها الطلبة يعني أنا أول ما يرسلون الطلاب على السناب يقول أبا معهد في نيوزيلندا مثلا 3 شهور أسأل سؤال ثاني وش بعد المعهد؟ وش هدفك؟ وش هدفك؟ يقول أنا والله أبغى أتعلم يعني لغة عامة بأستفيد فنوديه المعاهد التجارية جميلة وممتازة لغة كويسة وكذا لكن جودتها مو مثل جودة الأكاديمي لأنه إذا كان خطط على أنه يبتعث يدرس مثل بكالوريوس أو ماجستير في أي دولة من دول الابتعاث لازم يروح المعاهد اللي فيها منهج أكاديمي صادق تختلف أساس أنه يتأسس تأسيس قوي يقدر يدخل في الجامعة زي اللي أستاذ ثواب الله يعطيك الصحة والعافية أفدت وأجدت وجزاك الله خير والله أنا متوقع أنك أضفت للجميع صراحة وأنت على ثغر يعني جزاك الله خير متابعتك للطلاب وتحديث دائم سنابك الأشياء المفيدة المهمة وايضا يعني موافقتك انك تكون متواجد معنا وضيف لنا بالعكس حنا طال عمرك حنا والسناب وقناه سايح يوتيوب في جميع يعني في خدمه جميع الامور تخص التعليم الله يعطيك يعني ان شاء الله قريبا راح يكون عندنا حلقه على اليوتيوب تبث من جميع معاهد اللغه الانجليزيه العالم ونعطي حلقه لايف انه هذا يصلح ولا ما يصلح ما شاء الله الله يعطيك الصحه العافيه وجزاك الله خير ختام اللقاء ودي كلمه قبل ما نطلع فاصل كان تعطينا كلمة كذا الكلمة أنا أحب أشكر جروب بن بطوطة جروب في الواتساب جروب شهير يضم نخبة من الرحالة اللي اكتسحوا أكثر من 150 دولة 120 دولة 130 دولة كذلك مسؤولين أساتذة دكاترة خبراء ممثلين في قنصليات كل الكوكبة هذه هي اللي تساعدنا في فهم الأنظمة حول العالم ونقدم مادة قيمة الله يعني لما يجينا أي استفسار ما نفهم فيه سواء قانوني أو دراسي أو سياحي أو نظامي أي بلد ننطر في الجروب يجينا الرد في خلال 5 ثواني حلو 10 ثواني حنا نقوله للناس هذه صفوة مجتمع أي نعم الله يعطيهم العافية آخر سؤال سؤال أخير أتوقع في أذهان الجميع يطمح للتوفل كم شهر يحتاج أن أنا أكون مؤهل أن أخذ شهر التوفل أو الآيلتس برضو حتى في أنت التوفل بس باختصار التوفل اللي بيدرس بكالوريوس له رقم اللي بيدرس ماجستير له درجة معينة اللي بيدرس دكتوراه له درجة معينة فأنت أي ليفل تبغى مثلا بكالوريوس خلينا نفترض على البكالوريوس أنا أقول سنة تكلم عن نفسك ترى عشان تستفيد إيش سنة ونص يبغى بكالوريوس من سنة إلى سنة ونص عشان تكون مؤهل للتوفل عشان تكون عشان تاخذ يعني تقريبا كلها من سنه وسنه ونص الله يعطيك العافيه احنا كنا بنطلع فاصل بس احنا عندنا المنشدين ما نحتاج اي فاصل عطنا فاصل كذا بصوتك وحنا نودع الشيخ يلا ايش نطلع انت عس جيب شيء